مسكان طائر جديد ينضم لأسطول الخطوط الجوية الكويتية، وذلك في إطار خطتها التطويرية الذي يصل عدده ل 25 طائرة. الطائرة الجديدة من طراز بوينغ ذات المدى الطويل ستساهم برفع الطاقة الاستيعابية والكفاءة التشغيلية للطائر الأزرق، ما يسمح بزيادة عدد الرحلات والوجهات. الخطوط الجوية الكويتية استلمت اليوم سادس طائراتها والتي تسمى مسكان من طراز بوينغ 777 ذات المدى الطويل. الطائرة الجديدة ستباشر عملها في غضون أيام لتساند جميع طائرات الكويتية الجديدة الأخرى في عمليات النقل. استقبلنا الطائرة السادسة بوينغ 777-300ER، وطبعا اسمها مسكان نسبة للجزيرة الكويتية مسكان، وإن شاء الله هذه الطائرة تحظى على رضا الجمهور. المواصفات مثل ما أنتم عارفين، الفيرست كلاس تتكون من 8 مقاعد اللي هما السمي سويت نسميها احنا الكابن، وعندنا درجة رجال الأعمال 38 كرسي، والإيكونومي طبعا عندنا بريميوم إيكونومي وإيكونومي، وإن شاء الله يعني تسعد عملائنا بإذن الله. تلتزم الخطوط الجوية الكويتية بجدول زمني مقرر لوصول طائرات جديدة أخرى تحمل أسماء تعكس التراث والثقافة البيئية المحلية للمجتمع الكويتي. خطتنا المفروض كذلك نستقبل 4 طائرات إن شاء الله في الأشهر القادمة القريبة جدا، ورح يكتمل إن شاء الله الأسطول في جولاي القادم بإذن الله، وهذا يعتبر المرحلة الأولى من مرحلة إعادة بناء الأسطول. إن شاء الله المرحلة الجاية راح تكون إن شاء الله ب 2019. خطط التوسع في أسطول الكويتية تمثل داعماً أساسياً ومحركاً لمسيرة التنمية التي تبنتها الحكومة الكويتية لتصبح دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار. مسكان جديد خطة الأسطول الأزرق للعودة للريادة، سادس طائرة تحط ضمن جدول زمني أعاد البريق والثقة بناقل وطني وزمن جميل. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.